بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جهشتن إيج بوبيش كشكرنا خلاتك دي إج برنامي ما ياسين قرآني أمي فيش خديت كين إجباني ويبلنت أول ما بكتن أم الديف ياسين قرآني بشين دا صار في رازية دنيا وآخرتي برسقي مببتن، وذا رب العالمين إشمال رازيبتن، وذا جيانا كخش بريفابين. چونك هر كسكي الديف قرآن بريفاناشت أو قانينة قرآن دينان ديف بريفاناشتن، قرآن منهج جيانية ربازة جيانية الدنيا وآخرتي وخدي أبو مهنارتي دا أم خشياب بين الدنيا وآخرتي دا هر كسكي الديف نشت دي محروم بتن دي ببهر بتن إش نعمتا ما ظن يا رب العالمين كا توفيق رب العالمين يا وسركتنا رب العالمين يا الدنيا وآخرتي دا وهر كسكي بشتن سر يعني سرقة قرآني بشت سر ياساين قرآني قرآني بخبكت قانين أو قانينة ويقوتي الديفانا بشت تسر في رازية بين الدنيا وآخرتي دا قانينة ما يا أفريكا عن ياسا أفريكا مسر باخفين أباكو قرآني قوتي چنك تشتت قرآني قانين أف قانينة أفيد بشت قانون الهجرة يعني كامروف دي چوا قانينة خده بمروف ديناي مروف هجرتي بكت هجرت چتشتا هجرت يعني مش اخت بينا مرو في الجهاكي مش الجهاكي اللي تريد بجني أبا مش اخت بجفيري شو في جي التوقتي إسلاماتي دا بيغنبري صلاة قد السربن بصرمان مش اخت بين اش ما كهي شون مديني أبا بجني هجرات هجرات بيغنبري صلاة قد السربن يا صحابي توي إذا هجرات أبا يجهاكي شون جهاكي دي باشا أو هجرات احتمالا في قفايا بسيارة بيتكريني بصرمان مهاجر بيش مكه شون مدينه بوش صحبتا ويت قران دهاتا بوش حديثه پیغمبري صلى الله عليه وسلم بحث كرا مون او روش شو او وقت شو في غاوي امي چه فايده ش هجرت كين اوا چه قانون بو هجرت هاتين دينان دني هندي كه هجرت ات قران ده بحث كري راست بحث مكه ومدينه كري ات هندك ايات ده حديثه پیغمبري صلى الله عليه وسلم أما هجرت رب العالمين بحسي ويكري يعني تو لازم مشخ ببي يعني دائما تو وقت تبرا خدا جهك ني باشا بوشي بصرمان مهاجر بيش مكي شون مدينة شو كنا شو ديني خبر رب إذا هر جهك تو ليبي تو نشي ديني خبر رب لازم تو جهيب هيلي لازم تو مشخ ببي مشخ بين أوي قانين تهين رب العالمين بوديني وكي إنسان مشخ بتن يعني معنويتش يهمي تشتتخوا دي صرف كدي ملك ومال ومروف تخوا دي هيلة ودي تشتن سر خطرة تشتكي اگر او تشت او بتن بو خدي بتن او هجرت او بو خدي اگر او هجرت نبو خدي بتن بو دنيا بتن او هجرت بو شيطانية اذا فيري هجرت افيا كو انسان مهاجر ببت مهاجر ببتن اف مهاجر يجي چوانا مهاجر بت پیغمبري وكي حديث قلت صلافت خود السربن بحث هجراتي كير قلت لا هجرات بعد مكة بعد فتح مكة عن بعد الفتح هجرات بشتي فتحينينا معناوي وقت پیغمبري مكة فتح كري خلاص هجرات نما باشا بابوش القرآن دا بحثي بها تكرني وإنما بيغنبري بشتن جيغوتي ولكن جهاد ونية دي أفا مينتن تو جهاد تركا خودي دابكي جهاد أفا خواب واسطيني خواب واسطيني يعني تو جهودك وتعب وزحمت صرف بكي بو چدشتي بو ركا خودي ويجي يا هاي تشريدات بجني قتال يا هاي تعلميدا يا هاي الهاريكاريا خلقي يا هاي يعني أنواع وأشكالا بو خدي بتن بجني أفا جه هجرتا درجه هجرتا نها تجرتني بشتي فتحة مكة هي يهاتي جرتني خلاص مكة فتحة بي شويرة مهاجرنا ببوري وإنما هجرت بردوامة بو چدشتي بردوام إنسان لازم مهاجر ببتن اش هندك جهابو هندكا اش هندك حالتا بو هندكا
كنجي مروف دي مهاجر بت اگر مروف شو الجهة كي بتن كنش الدين يخب ربا بتن عبادات رب العالمين وكي يلجت هندك وقت دهات سر بسرمان دهات مسرمان يعني نشي الدين يخب ربا الدين يوي يلي بي وكي بجن بلا ومصيبت ودي جل تعب وزحمت بيبا بينتن إنجي هجر ركها بتن لازم شويري بار بكت بشجها كيدي وكي بيغنبري وانا بار كيدي مشخت بين اشمكهي شوين مدينة بوشي إنسان مهاجر ببتن چونك رب العالمين أم يدائن أم عبد دنيا خدي بكين هر عردك عبد دنيا خدي منشي اللي بكين لازم تويجي بهيلي هر شولك تنشي عبد دنيا خدي بكين لازم تويشولي بهيلي هر هفالك والتاكر كنت نشي عبد دنيا خدي بكين فتوي هفالي بهيلي هر عيالك والتاكر فتوي عيالي بهيلي هر يعني جيرانك عيالك وليهات كنت نشي عبد دنيا رب العالمين بكين لازم توي تشتي بهيلك أو تشتيه چونك خدي أم يدائن خدي أم يدائن بو چه تشتي بو عبد دنيا بي وكي قال جافي قافي اقدي چه باجر راكي دي خينتن يبو خاندن چوي ويري اگر خاندن نما دي شويري بار كده ايتن بو چي چكو يبو خاندن چوي ولو جهي سفرية ولو جهي مطعمة هينو جهي خشية هينو سف سرادان بس اوهي هاتي ويري بو خاندن مادم خاندن نينا دي جاركا دي زفرد وه إذن هر جهكي مروف نشيت عبد النية خدي لبكت لازم تيجي بهلي هر مصدرك كنت نشي عبد النية خدي بك جيدرك بوتاتيت انت نشي عبد النية خدي بك لازم توي مصدري بهلي هر شخصك مروفك جماعتك حزبك فكرك والتكر كنت ديني خدي بهلي لازم توي جماعتي وي حزبي وي فكرتو بهلي اگر تو بصرمان بي جبال هندي رب العالمين وقت بحسي بش رجا قيامتي دي بجن هندك مروفا وبوشي هن مهاجر نبي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في قالوا فيما كنتم دي ملائكة هندك عذاب دن وبوشي أفتشتاكر بوشي هن ما تقولنا هيدا ما هن كيف بين قالوا كنا مستضعفين آم الزعيف بن بهز بن منشيا منشيا باركن يا رب العالمين آيات ديف دهات بجتن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما عرضي خذين أي برفره بي وبس أو دربتني بتتبجي والله أزي زعيف منشي بهيلم إذن فيري دي مروفي عرضي هيلتن زعيفات يا مروفي أفايا كو مروف نشيتن عبدينيا خذي بكتن نفيجو روجي وزكاة وحج وأبان تشتت شعائرة إسلامي وقرآن وخاندن ومظاهرة إسلامي وكي بسرمان حفتي الصلاة بن شعيتي وكت بجن أجر شعيتي بنشيا دين خب رفب يا هاي كو إنسان مثلا تجهاكي نشي الدين خال ويري برفب لازم يجيب هيلة وبلا جلا تشتي تريتي دابن ما دم أصل أساس دين مروفيا أس نشي من الجلفي مروفي الجلفي شخصي الجلفي شولي الجلفي جماعتي الجلفي لازم توانا بهيلي نا إله باركرا نش باجي ركيبو باجي ركيبو دولتكي بو دولتكي با هيلانا خرابية أفايا قانينا وي أفا معنى إيكي كو إنسان أجر نشيت عبادة رب العالمين بكت لازم يجي بهيلت ويهوالي بهيلت ويجماعتي بهيلت معنى دوي أفايا كو مسألة شهوات يعني إنسان الجهك الهندك الأبديك كو نشت مقاومة فان شهواتا بكتن يتوشي قلنا هي بت أجر أخفتن أجر كريار أجر حرامي خوارنا أجر مالي حرامة أجر جيارة حرامة يعني نشت مقاومة بكتن لازم ويتشتي ويجهي ويتشتي بهيلتن فرقي بخط يعني وكي وزنك بخطنا بين الدنيا وآخرتي أري أفب كير ديني متت أنا أف باري أسورد جرم أف شولي أزد كم أف تجارتا من أف هفالت من أف حزبا من أف جماعتا من أف عشيرتا من أف قندي من أف عرف عادتت من والمتكتن كو أسنشم عبادتي خدي بكم بلي ما دمت كت لازمتو هميا بحيلي تبتشي بخوا بدل كي هندكي دي تري أول كنت تشتري ديني خواه ببريفة بي الفيري
بلا چند دنیا یا مروی بتن بلا من رئیس مزن ترین دولت بتیا وکی به امریکا کلا مال دنیا یه زور وکی یه اوناسیس مشهور یعنی ملیاردیر کا مزن بی بلا علم اینشتاین تهابت مادم تو نشی دیانتا خوا یعنی بریو بی لازمه توی تشتی پهیلی و تو دی جی مروی وکی شمیا شقی تری دنیای دا مصدرین مشکلی وی گوی بسرمانی مثلا دی شد خواه بس عیالی وی او هفال الگل او جهی او چویه یعنی حتی هندک بحث عیالی خواد کن بیشتی اتشیم دولت جی اجنبی بقتی بس عیالی من از دینو هار کرم چت تشتی تو بوچ او حرامه بابو بوچ حرامه او عیبه بوچ عیبه او چینا بد بوچ چینا چی بد یعنی ویتو چونکی الجهه کی چت همی تش درستم چت تش نینا بیجی ولا او ندرسته إذن فيري هجرات ريكا خديدة هجرات يعني حركة أو لفلفينة ريكا خديدة شد بتهجرات جباجرة كي بباجرة كي دولتة كي بو دولتة كي وهجرات أشياء شمية مصطرجي هجرات قلناها وهيلانا وهفالة أهلي قلناهانا أجر مروفي أفشو لكر أبا قانينة تبو هاجر بي تا هند هفالة خهيلا تا أو تشتهيلا ولو يباراكي زورة خشية دنيا تيدا أجر تا أفا هيلان دي شوابت رب العالم بيشتي ومن يهاجر في سبيل الله او كسي هجرته بكتريكا خديدا في سبيل الله يعني دا ديني خب بارزت عيالي خب بارزت اهلي وان بارزت مستقبلي وان بارزت يعني نكفن فتنا كده وكي آيات القرآن بيشتي والفتنة أشد من القتل قال جرا إنساني جهيوي خوشة راتبة كلاوي هاي بس او تشتي كو برامبري ويتتن او نيد درستا بكير ديانتا وينائتن هنجل فيري او كسي اوفيجا في بيلتن دي تشليت يا رب العالمين خلاتك ما ظندتي ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله او كسي بو خدي مهاجر ببت تشتكي بهيلت بو خدي او بشتينجل بشتينجل سروي بمرتن افا فقد وقع اجره على الله افا او اجري بي باري بي تشتوي هم يخدي دي رب العالمين تبي بو مهاجر بي خلاص از دي بوتهم مي تشتاكم جلفيري يعني قالك مثلا ديك شت عردكي شت مش دارفا مش والله جيار خوشه ابدي بس عيال شو عيال بري عربه كي شت خات كرنت اخر كشتن جالك عيال خات كشت قلت اسنا شم خدانكم افاجي كشتنا بس افاشويج مسطره بوتشي اوانت كشتن قيامتي بلكي دشت بحشتي بس افاتو بي عردكي اخلاقي وان بشت ديني وان بشتن انتويل جل جماعتك انتويل جل يعني تيارك اخلاقي عيالته شو افتا كشتن افش شوي مسطره اذا فيري رب العالم بيشتو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا كثيرا وسعا او كسي تشتكي بو خذ بهيلت مشاخد بتهجرت بك جهكي بو جهكي تشتكي بو خذ بهيلت رب العالمين دي شليكت دي برفرهية كده يعني يا ربي شوا أس عرض خاو ملكي خاو مروفة خاو عرف عادات خاو أو تشتي خاو وو مصدر رزقي فانا هم يبهل مش نكازي زنجين بم رب العالم بيشتي بالي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض دي تعردي دا شبينة مراغما كثيرا وسعا دي برفرهية كخوش بيني دي شوية طنقاو في دركبي وكي سجنكي بي أو تدي جي دركبي وتدي بيني سبحان الله عندك دليل عندك أدلة يعني يديار بيش تختي أتا ترك هاتي تركيا وإعلامة إعلانة يعني دولتها يا علماني كري وإلغاء خلافتها إسلامي كري ودجمناهية إسلامي كري عندك مرو بخار رافين تركي رافين شون دولتي جيرانا بيش مالك اش تركي شو سوريا شو الشامي بشتن ام فيجا كا چند تعب و زحمت ما هم مي تشتي خو هيلا هم تشتي خو ما هيلا سر خاطر هند دا ديني مج دس مدا در كفتن و بيا فيجا كا چند تعب و زحمت حتى ما بري و گوتي مرنج بلا مرن بيت گوتي سنت خود او مرو گوتي والله فيجا و مل سوريا سهو بنج خانيت هي بس خاني فيجا جبلي تجارتي اوا اوا يش خاني خو در كفي در كتي بس ديني وي بمينتن گوت حتى بلا از بمرمجي نمرجي گو خود ویگا ول سوریه من سه و پنج خانیت هی سبحان الله مرو وکی عالم یک بحث کرد بیشتر من هنده محاضره دینی دان اجدر و
قلت ایک دیگه هشت گوتی خود پاشت از وان وانا افدرا نجهی منب علامت لازمه از ویری پهلم چوک از دین خو نشم پارز مل ویری گوتی رابط شد خواه فروتون اوید خواه خود شد خواه حاضر کنو هات دولت خواه گوتی سبحان الله هات روجا چاری گوتی افم رو بمر روجا چاری معناوی اوی بو خودی هاتی و پشت اینگی مری رب العالمین همه راسن دیوی بد بحشتی و قمروی چار روش ما بین بس برای خواب دی بخواه چی گرد؟ مخرق خودی گرد اوه قانینه اگر تو بو خودی تشتکی به هیل رب العالمین دی بوتا بدل وکتن گلک تشتی دی تریج ویگاوی های وقتی بسرمان چو تی کلیا هندک بیدین آکر دی روش بو روشی اوه دیانتا وی غلی باشی دی البر رش بند دی دمائی که ولید بشت اوان خیره اوی تشتی به هیل حتی ویگاوی گلک خلکی می چوی چویش در و یعنی کربت خوش ملت خوابت که تو جه خوابت که تو و حق دل سر تل گیر تو دماهی که ده زفرت چه تشتی اوه چه دینه هین سر پریوت چن دنیا هر چو و آخرت جی کت سر قانینت رب العالمین اینه رب العالمین یا دینای تو شو لکی بو خودی بکی رب العالمین دی بو تبدل فکت قانینه تو بو خودی نکی تو دی بی خسارت دنیا و آخرتی امی ویش رب العالمین که اجبانی وی بلند او ما پارزتن اش خسارتی دنیا و آخرتی برسقی مبکتن ام مهاجر ببین بو هر تشتکی رب العالمینی نهی جی کری و ام بچنوی جهی هر تشتکی اوی رب العالمینی امری مبکری رازی بناوی پیوتید والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.